اليوم رايحين نشوف أجواء الزيتون. عند الناس شهر عشرة، يعني شهر عشرة بيجي جو الزيتون، ويعني طلقة الزيتون، قطف الزيتون. خلينا هسا نروح نشوف هاي الأجواء. يلا، موسم قطف الزيتون. زي ما بتعرفوا يا أخوان إنه الناس بتبلش بقطف الزيتون بس يبلش شهر عشرة. بما إنه بدأت الناس بقطف الزيتون في فلسطين، حبيت أروح أصور لكم الأجواء، أجواء قطف الزيتون، وأصور لكم الزيتون. يلا خلينا نبدأ. تعرفوا الواحد يعني هاي الأجواء، الزيتون، قطف الزيتون بس مثلا في فلسطين والأردن، غير هيك ما رح تلاقي قطف لا زيتون ولا شيء، ما رح تلاقي أصلا زيتون. يعني برا لما تسافر برا مش رح تلاقي أي زيتون، مش رح تلاقي أي شيء. فخلينا نستغل هاي الفرصة ونشوف أجواء قطف الزيتون قبل ما أنا أسافر. يلا. وصلت مطرح ما بجدوا الناس. لنشوف. أنا في تينة، خلينا نروح نشوف إذا في عليها. للأسف ما لقينا إشي. أليم.
جمال الشمس. بعدين هسا الناس بدري يعني بدري انه ينزلوا يلقطوا زيتون. مرحبا. Just like that. اشتركوا بالقناة لين نوصل 1000 مشترك وانشروا هذا الفيديو للناس وفي مجموعات خليه يطلع وينتشر. يلا ما في مانع اذا تعطوني رأيكم في التعليقات. وهذا هو حب الزيتون. سلام.